السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم بهذه الحلقة. بهذه الحلقة بدي أفرجيكم شوية على الطرق القروية اللي بمحافظة فطاني لكن خارج مدينة فطاني. احنا هلا بالمحافظة، وهذه هون عبارة عن قرى صغيرة ومناطق سكنية صغيرة. بنفس فطاني لكن على الشارع العام، الشارع الهايوي هذا الرئيسي اللي بيوصل من شمال تايلاند الى اخر الجنوب، وبيكمل على ماليزيا. يعني احنا هلا هيك على الطريق كأنه رايحين على ماليزيا. هذا هون في مسجد هون على الشمال حلو كتير. هذه هيك هي حياة الناس في القرى، بيبنوا بيوتهم في أراضيهم وبيزرعوا. هذه هون كلياتها مزارع. هذا موقف الباصات اللي هون على الشمال، موقف باصات الفطاني. من هون الباصات بتطلع بتيجي لبانكوك، لكرابي، لبوكيت، حجاي. كل الناس اللي بتسافر بتيجي على محطة الباصات هاي. بالباص تقريبا بتاخذ من هون لبانكوك تقريبا 14 ساعة، يعني حوالي 1000 كيلو. ال 1000 كيلو تقريبا 14 ساعة. معظم الباصات لما بتطلع من هون على بانكوك بتطلع بالمساء، يعني ما فيش باصات بتطلع الصبح. او انا ما بعرفش انه في باصات بتطلع الصبح، انا بعرف انه كل الباصات بتطلع بالمساء بعد الساعة 4 5 العصرية، وبتوصل الصبح على بانكوك. هلا راح نطلع من الهاي واي اللي بودي على بانكوك وعلى ماليزيا، ندخل هون بإحدى الشوارع هاي اللي بترجعنا على مدينة فطاني. هلا احنا بفطاني، بس هلا احنا داخلين على المدينة، يعني هلا هيك بندخل على مدينة على نص البلد. هلا هذا مركز المدينة. إن شاء الله تكون عجبتكم هذه الجولة، وإن شاء الله إذا في مناطق حلوة كمان باخذ فيديوهات بودي لكم اياها، على اساس انه نعرف يعني ونشوف كيف الناس، نشاطات الناس في بلادها في مناطقها وقراها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.